معالي وزير التربية والتعليم، فين كتب سنة رابعة يا زعيم؟ أبوس إيدك فهمني اللي أنت فاهمه، يمكن إحنا مش فاهمين، بقينا زي جحا. أيوه ابنك منين؟ أرجوك احترم شوية عقول المصريين، دفعنا المصاريف وبنودي المدارس والدنيا حلوة وسندوتشات وانتظام، والكتب إلى الآن ما اتسلمتش. طب ده اسمه كلام؟ ومحدش عايز يفهمنا، والله العظيم من التربية والتعليم لقد هرمنا. انت عايز مننا ايه بقى؟ فهمنا، حد فاهم يا بشر يطلع يكلمنا. حرام عليك يا شيخ، عايز ايه مننا؟ هو انت عايز تنقطنا ولا الحكومة جايبينك تزن في امنا؟ مش كفاية الثانوية العامة واللي عملته في الاهالي والعيال؟ كادت ان تبيض، وفي الاخر بتوع علم علوم دخلوا تمريض. وايه المنهج بتاع سنة رابعة التقيل السقيل اللي محطوط على مستوى استيعاب مجدي يعقوب وفضل خيرك احمد زويل؟ منهج مستفز وطويل، بقعد اذاكر للواد في اليوم سؤالين عشان اعرف بس السؤال رايح فين وجاي منين. وكلم اخت، تكلم اخت جوزها نسي انهيار، تتفاجئ ان كله طلع حمار، وتقوم حضرتك تنشط لنا هرمون الغده الدرقيه بأم الكتابة السردية وكلاكيع من السطور مستخبية. حرام عليك رفقا بالأطفال، حرام عليك، دول بقالهم سنتين المخ بيتعمل له تجديد وإحلال. طب أطلع الواد من سنة رابعة وأدخله جنينة الحيوانات، ولا أنزل أبيع عيالي في وكالة البلح بالة واستوكات؟ العيال بسبب كورونا سنتين قاعدين في البيت ومخاخهم مصدية، تيجي انت تعمل لهم منهج غريب صعب وتتعب النفسيه؟ والله العظيم كل ما اخشاه زياده الطلب على مستشفى العباسيه. يا معالي الوزير ارحمنا يرحمك ربنا، لاحسن كده كتير. وكل كوم بقى ومنهج الدراسات كوم يخلي العيال واهاليهم يطلعوا من الهدوم، معلومات اوليه ومعلومات ثانويه، وكله دخل في بعضه زي الرز بالشعريه معجون بالملوخيه. وقعدت تشتغلنا وتقول لنا مفيش دروس خصوصيه، والمدرس بيدخل الفصل يكتب رقم تليفون للعيال على السبوره. خد عندي درس وانت كمان يا سنيوره، قرب 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 مع مستر زعبوله تحلو الصوره. ولا زلت ابحث عن لجوء مجلس الشورى او حد يلحقنا بطلب استجواب في مجلس النواب، لحسن قربنا ناخد ادويه مضاده للاكتئاب. مفيش كتب ومنهج زي الزفت يا اخي، حرام عليك خليت حياتنا شبه ميه اللفت. الواد معالي الوزير بيكلم نفسه وبدأ يطلع لسانه، وزمايله في الفصل كلهم متجننوا وبيعانوا. اتأخرت الكتب خطأ ولا ده عندكم طابع؟ ولا يمكن مفيش ورق في المطابع؟ ولا هتقول لنا مؤامرة ولعب أصابع؟ ولا زي ما بتقولوا خطأ في مكان الدبوس؟ والله العظيم ماشيين بالعلاج واللبوس. وكلكم بقى وسؤال الخفافيشكم تاني، تلاهو يما ياني، لماذا تنام الخفافيش رأسها إلى أسفل؟ أقسم بالله الخفافيش نفسها ما تعرفش ليه. فكرتني بموضوع ليه النملة بتحب تستحمى، ولا لماذا سعادة الكتكوت لو مشي 10 خطوات بيجيله هبوط؟ ولا ليه الفيل ظلمه طويل؟ ولا لعب حليم في يوم ما غنى ضي الأناديل؟ خلاص يا دكتور طارق هتعمل فينا إيه تاني؟ ده أنت من ساعة ما مسكتها ضربات القلب زودتها، السكر والضغط بقوا زباين عندنا. والله لسه اخت شارع جهاز بالتسليح كلنا، وما زالت سياسه التربيه والتعليم حرق بدمنا. ابوس ايدك صباح صباح يا شيخ ما توجعش قلبنا. وبعدين تقول لي كيف، ايوه كيف تتكيف خبر الاتصال المظلي مع الطبيعه الحاره والجفاف؟ راجل ده انت قلعتنا هدومنا وخدت من علينا اللحاف، وانا مالهم بشجره الصمت تتكيف زي ما تتكيف؟ المهم كيفنا انا والواد مع المنهج، وفي الاخر تجيب له السؤال شجره الصمت هي شجره حبنا ولا شجره عمرنا ولا شجره بؤسنا ولا شجره وجعت ميتين ام قلبنا؟ يا رب ليه ما خلقتنيش فرخه بريش او علبة ورنيش؟ كنت ارتاح من انكل طارق شوقي ومنهجه اللي مش على الخاطر ولا على البال. عوض يا رب صبرنا وعوض العيال، عوض يا رب صبرنا وعوض العيال. كل ماده مليانه تفاصيل صعبه ومكلكعه، العيال بتقوم من على المذاكره مصدعه ومرجعه. هي العيال مثلا هتخرج من سنه رابعه ابتدائي على رابعه كليه؟ ولا شهاده رابعه ابتدائي ستغني عن الشهاده الجامعيه؟ منهج صعب ومعقد ومليان دش ورص، وكل كوم تاني الكونكت بلس. يا دكتور طارق
بصت رحمه للطفل واللي هو اساسا معاك مش فارق. قتلتوا الطفوله في عيون عيالنا، قتلتوا الحلم وما بقيناش شايفين مستقبلنا. اطلع فهمنا وهون علينا واللي حضرتك مش فارق معاك زعلنا. لو هو ده شكل التطوير مش عايزينه، لو هتجيب للعيال امراض نفسيه يقطع ام التعليم وسنينه. وارجوك تطلع تفهمنا اللي احنا مش فاهمينه، لان ولي الامر معاك فعلا فعلا ربنا يعينه. مش عارف اقول لك ايه بصراحة. سيادة الوزير، التطوير مش كده، مع احترامي.